كمان بوابة الأهرام قالت إن صرح سيد عبد الحفيظ مدير الكورة في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي إنه تقرر خوض مباراة ودية خلال فترة توقف الدوري استعدادا لمواجهة نادي الزمالك، وأضاف إنه لم يتحدد بعد موعد أو طرف المباراة الودية، مؤكدا إنه جاري الاتفاق مع أحد الأندية لخوض تلك المباراة التجريبية، وأوضح أن الجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية من الودية المقبلة من أجل الاستعداد بشكل جيد لمباراة نادي الزمالك المهمة والمرتقبة. وأشار عبد الحفيظ إلى أن المباراة الودية المرتقبة ستكون فرصة جيدة لتجهيز بعض اللاعبين العائدين من الإصابة، وأيضا الذين لم يشاركوا بشكل أساسي الفترة الماضية من أجل تجهيز الجميع والإطمئنان على حالة المصابين. يذكر أن نادي الأهلي يستأنف تدريباته صباح بعد غد يوم الأربعاء استعدادا لمواجهة الزمالك والمقرر لها يوم 30 مارس الحالي ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز. الجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 72 ساعة بعد خوض مباراة شباب الثورة الجزائري، واللي حسمها النادي الأهلي بثلاث أهداف دون رد، منحته صدارة المجموعة الرابعة في دور المجموعات والتأهل لربع نهائي البطولة الأفريقية